طيب خلونا بقى نروح للخبر الثاني اللي معانا. وقام المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مساء امس الاثنين بزياره لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لمتابعه وتفقد سير العمل داخل المركز. وخلال الزياره عقد رئيس الوزراء اجتماع مع قيادات المركز، اشار خلاله الى الدور المحوري الذي يقوم به المركز في اتاحه المعلومات والبيانات التي تسهم في اتخاذ القرارات المناسبه في التوقيت الملائم. هذا بالإضافة إلى رصد المشاكل والظواهر أيضا التي تطلب التدخل السريع من جانب المسؤولين، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة توحيد الجهات المستقبلية لشكاوى المواطنين والربط أيضا مع مركز المعلومات في هذا الصدد، مما يسهم في إيجاد حلول سريعة لتلك الشكاوى.